كده النهارده هنعمل لها طريقه تسويه بتاخد وقت، بس هنديها في الاول صدمه اللي هي السير التحمير من كل الجهات. هنبتدي بزيت، وهتبقى عندي كل الحاجات دي، عندي بصل، عندي ثوم، عندي مطيبات مثل الروزماري والزعتر، وعندي الكرفس. دي كلها هنضيفها بعد ما نبتدي نحمر. مش هضيف ملح، مش هضيف اي حاجه في المرحله دي. هناخدها، خلوني بس احط، هي الطاسه سخنه اصلا اهو، ارجع النار، نعلي الحراره. لازم نديها الصدمه دي، عشان كده اسمها صدمه. الصوت ده اللي نسمعه هو الصوت اللي بيضمن انه احنا هندي صدمه. تعمل ايه الصدمه؟ ده السؤال. هي لون بس؟ لا، بتقفل المسام، بتخلي المسام اللحمه مقفوله، وبتخلي كل العصاره الجوسي. يعني احنا لما نيجي نوصف اللحمه بشكل انه هي حلوه وبنقول انها طريه، بنقول جوسي. جوسي يعني السوائل كلها جواها وما نشفتش قوي، وده بيبقى عامل من العوامل دي انه لما نقفل المسام بره بتفضل السوائل جوه. تعالوا نبص عليها، ابتدت اوريدي تاخد لون. قلت لكم اكله رجوليه محتاجه مساعده في المطبخ. شايفين اللون ده؟ احنا عايزين اللون ده. المكرمل ده يبقى الطاغي عليها. اقربها كده. فيها نسبه من الدهن اللي هتحلي طعمها، هيحصل له رندرنج. رندرنج يعني ايه؟ يعني احنا قاعدين دلوقتي بنحمره، وبعدين هندخله الفرن يستوي، واحنا بننسلها لو لقينا قطعه دهن كبيره هنشيلها، بس ده اللي بيدي الطعم الحلو. خلينا نكون متفقين.